أنا اليوم في جامعة عين الشق، والهدف من هذا هو درس افتتاحي لماستر العلاقات الدولية والمرافعة. والهدف من هذا اللقاء هو لقاء علمي أكاديمي من أجل مثلا يعني نسمي الأشياء مسمياتها، ومن أجل إعطاء فرص للمحللين خصوصا بمعرفة مجموعة من المعلومات اللي يمكن يعتمدون عليها في تحاليلهم. ولهذا نظن على أنه الجامعة هون ولا من ظن ومتأكد أن الجامعة لها دور أساسي فعال في كل ما يعني الوطن وكل ما يعني العالم، وخصوصا أنها هي المشعل يعني ديال الأمم المثقفة الأمم القارية، وهي اللي يمكن لها تلعب دور فعال في شيء، لأنه الطرح الأكاديمي والطرح خصوصا العلمي وهو الممكن يعني يكون له دور في إقناع الناس وفي إعطاء فرصة مثلا للحوار. في إطار الدور اللي يعني تقوم به الجامعة أولا في التكوين وفي البحث العلمي، وأيضا خصوصا بالنسبة للماستر علاقات الدولية والترافع الدبلوماسي اللي هو من المهام ديالو أن يكون عند الطلبة واحد الإلمام بالقضية الوطنية الأولى، قضية يعني الوحدة الترابية، لا من ناحية التاريخية والسياسية وأيضا من ناحية الاقتصادية والمشاريع اللي كتلقى صاحب الجلالة في المناطق الجنوبية. كاين هذا اللقاء اليوم مع السيد بشير دخيل اللي هو عنده دراية يعني عميقة بالإشكالية، واليوم غادي يكون عنده واحد التفاعل مع الطلبة باش يعطيهم يعني بعض المعلومات الدقيقة حول التاريخ يعني بالنسبة للمنطقة الجنوبية المغربية، وأيضا يعني الأحداث الأخيرة لا من ناحية قرارات مجلس الأمن ولا يعني الاعترافات المتواصلة بمغربية الصحراء من عدد من الدول، وهذا كله داخل في إطار تكوين يعني واحد العدد ديال الطلبة اللي تكون عندهم واحد دراية عميقة ويكونوا أحسن سفراء الدفاع على القضية الوطنية في المستقبل. ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي لمنسقه الأستاذ الدكتور عز الدين خمريش، طبعا هذا التكوين يفتح لنا المجال أمام العديد يعني من الوظائف، وبالتالي الدفاع على القضية الوطنية من خلال يعني الاكتساب مجموعة من الآليات والأدوات القانونية والدبلوماسية يعني لإضفاء يعني إضافة نوعية للدبلوماسية الموازية المتمثلة يعني في الدبلوماسية الأكاديمية. يعني أنتم كطلبة يعني بالنسبة لكم شنو التدار ديالتكم من خلال هذه الندوات؟ هذه الندوة اليوم سوف تسلط الضوء على مستجدات القضية الوطنية من خلال يعني القراءة في يعني التطورات التي عرفتها القضية الوطنية خلال يعني السنة، وصولا يعني إلى تقرير مجلس الأمن يعني تقرير 27/03. أيضا استدعاء يعني بشير الدخيل وأحد مؤسسي جبهة البوليزاريو كما نعلم، بالتالي من خلال يعني طرح مجموعة من الأسئلة كلنا اليوم نريد أن نعرف الأسباب نشوء هذه الجبهة، لماذا نشأت هذه الجبهة، ولماذا انحرفت على مسارها بالاتجاه يعني إلى المطالبة فيما بعد يعني باستقلال والانفصال على الوطن. شكرا. عندك اسم؟ نجاة سليم، ناطقة رسمية باسم ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي الفوج الثاني.